فوتوشوب سي اس اس. السلام عليكم، انا هبه وبرحب فيكم من فريق الهندسه التعليميه. طبعا اي رف رح نشتغل عليه رح احط لكم اللينك تبعه تحت في الديسكربشن عشان تتدربوا عليه في البيت وتصير فيكم ممارسه اكثر وتتعلموا عن طريق التطبيق. طبعا ضلكم معايا لنهايه الفيديو وان شاء الله رح نلتقي في نهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في درس جديد من دورة فوتوشوب. إن شاء الله في الدرس هذا راح نعمل التصميم اللي حكينا عنه في الدرس السابق اللي هو اليوم. التصميم راح نتعلم في هذا الدرس إن شاء الله مهارة كيف ندمج أكثر من صورة مع بعض بطريقة ظريفة ولذيذة وحلوة إن شاء الله. ما راح تتعبوا من إشي، راح يكون إشي سهل إن شاء الله، بس تبع معي خطوة خطوة إن شاء الله راح تلاقوا الإشي سهل. في البداية نروح على فايل، ننشئ ملف جديد زي ما حكينا في الدرس السابق كيف ننشئ ملف جديد. أنا بدي الملف يكون عرضه 1500، طبعاً بدي البكسل. ما بعرف ليش بحب أستخدم القياسات بالبكسل، في ناس بيحبوا يستخدموها بالسنتيمتر وبالملي، خلاص انا بحب استخدمها في البكسل. طبعا ما رح نعمله RGB لان ما بدنا نطبع التصميم. وبحط اوكي. تمام. انا في عندي هان في ملف موجود فيه مكونات التصميم اللي هي البرتقالة. خلينا نروح على التصميم، عندي البرتقالة وعندي هنا المية هذه والحال والسمكة. الخلفية راح نعملها بأداة تدرج الألوان، في أداة عندنا هنا اسمها لتدرج الألوان. هلقيت راح أقولكم كيف راح نستخدمها إن شاء الله، راح يكون استخدامها سهل وبسيط وراح ما راح تستعبوا في استخدامها. خلينا نروح على أول إشي، إحنا رح نعمل الخلفية. الخلفية طبعا قلنا رح نعملها بأداة التدرج، نضغط عليها تظهر لنا فوق هنا عدة خيارات. فيها زي ما انتم شايفين فوق سهم، بضغط على السهم هذا رح يظهر لي أكثر من تدرج الألوان. تمام. ممكن إحنا نضيف تدرجات جديدة، بس خليني أورجيكم. نروح على الترس اللي جنب التدرجات اللي هنا، نضغط عليه بتظهر لنا النافذة هذه. في عندي هنا لتحت كذا تدرج الألوان، ممكن أنا مثلا بدي تدرج هذا إني بسيط، بضغط عليه بدي أضيفه لتدرجات الألوان، بضغط عليه، ما بحط موافق، بحط إلحاق، لأن لو حطيت موافق دير بالكم راح تروح تدرجات عندي اللي كانت قبل. بحط الحاق وما بحط موافق. تمام، بحط الحاق. تمام، بنلاقي انه ضاف لي هنا تدرجات. تمام، حاليا انا بدي التدرج هذا. تمام، باجي زي هيك بسحب وانا ماسكه الفأرة، خليكم ماسكين الفأرة وعكم سيبوها، بسحب. تمام، وبعدين خلص هلا حتى الان لحد الان بدي وبفلت هيك بيظهر. طبعا احنا في الشكل مش زي هيك التدرج، بس انا عملت الخطوة بس عشان اورجيكم كيف. هلقيت انا التدرج اللي عندي في هنا ازرق بالنص ابيض، وفي عندي في المنطقة الثانية ازرق، يعني على اليمين وعلى اليسار في عندي ازرق. فبضغط على خلينا الحركة، هي عندي التدرج بس بضغط على الالوان اللي عندنا هنا. تمام، هيها ظهرت عندي النافذة. في عنا هنا هاي اللونين الأزرق وهي الأبيض، هاي الأزرق على اليمين والأبيض على الشمال. تمام، أنا بدي أخلي الأبيض في النص، بزيح على الأبيض اللي في النص. تمام، بدي أنا أضيف لون على الشمال أزرق. إيش بعمل؟ بس بسحب
بحط الماوس جنب الهذا وبسحب تظهر لي لون ثالث. كيف بدي اغير اللون؟ بضغط عليه بكل سهولة تجيني اللون، بضغط هين عشان اختار اللون. هاي تجيني هادي، هاي هادي عشان نختار فيها اللون. هاني بضغط على اللون من الخلفية اللي انا عملتها، بدي الازرق. تمام، بحط موافق. هاي احط الابيض في النص بالظبط. تمام هيك، بحط موافق. تمام، باجي اعمل التدرج. نعيد. تمام، هيك عندي مناسبة الإشي. هي عندي مكونات التصنيع، مكونات التصنيع راح أحط لكم إياهم في الوصف تحت، حملوهم عشان تعملوا عشان تطبقوا التصنيع معايا. أول إشي بجيب البرتقالة، تمام، أروح على الفايل، فتح. تمام، تصميم هيو. تمام، فتحت الصورة. بس أنا ما بدي الخلفية البيضة هذه. بروح كيف بدي أزيل الخلفية البيضة هذه؟ بروح على النحاس السحرية الماجيك ليزر. تمام، بضغط عليها، بجيب النحاس السحرية وبضغط على اللون الأبيض، راحت اللون. تمام، كيف بدي أوديها على تصميمنا؟ بسحبها بالفأرة، ماسكة الفأرة وبسحبها، بعدين بفلت بكل سهولة. بدي أغير أبعادها، بكبرها، بحط كترال تي. كترال تي، تمام، كترال تي مهمة، اختصارات سهل علي التصميم كتير. تمام، هيك مناسب. تمام، هلقينا عنا احنا في التصميم هنا بدل البرتقال في مية. انا بدي اروح على التصميم تبعنا، بدي اشيل البرتقالة واحط بدالها مية. كيف؟ عن طريق أداة التحليل المغناطيسي. تمام، بختارها بكل سهولة، باجي بحدد لي الفيرست بوينت أو النقطة، وعادي بس بمشي بالفارة بكل سهولة بتحدد لي إشي. هلقيت ليش سموا الأداة هذه التحليل المغناطيسي؟ لأنها بتلزق في الألوان المتشابهة. هني أنا بمشي على اللون البرتقالي وبتحدثهم مع بعض، بتعتمد على فرق الألوان هكذا. هي مشيت بالفارة وشايفين إن النقطة الأخيرة ظهر لي، كانت ظاهرة، ظهر لي زي اللي هي دائرة صغيرة. دائرة صغيرة هذه بتقولك على انه خلص انت غلقت المسار. هيك بضغط عليها بتحدد الشكل. كيف بدي اشيله؟ بضغط ديليت بكل سهولة، راح. نروح على التصميم تبعنا، نحط فيه مية، بفتح المية هاي اوبن، ما بدي اللي فوق الأبيض، بجيب الماجيك إريزر أداة المبحث السحرية، بضغط على الأبيض، راح. بحط كتر الـ A. لحظة، إحنا هنا بدنا التحديد، بنحط كتر الـ Z عشان نرجع التحديد. حط كتر الزيت عشان نرجع التحديد. بحط كتر ال A، بعدين كتر ال V. كتر ال A عشان حددته، وكتر ال C، حط كتر ال C عشان انسخه.
نعم سخت عيني. بدي أحطه هنا. أنا ليش خليت التحديد؟ عشان أنا بدي أحط البحر بالتحديد هذا بدل اللي هو البرتقال. كيف؟ أحط كاترال شيفت بي. كيف؟ حركة أنا عملت كاترال سي كاترال اي كاترال سي للشكل، كاترال اي تحديد كامل، كاترال سي نسخته. بدي ألصقه هنا في التحديد هذا، نحط كاترال شيفت بي. بالك هذا الاختصارات مهمة جدا، زي ما حكيتلكوا الاختصارات مهمة جدا. بدي أدوره، بحط كاترال ندور البحر، بحط كاترال تي كاترال تي ودوره على زي ما أنا حبيت. طوله تمام مناسب. نروح على تصميمنا. داير نضيف اللي هو سمكة، ممكن نعمل تعديل على البحر. بعد ما حددنا الشكل، لو ضغطنا بزر الفار الأيمن رح يظهر عندي كذا خيار، ممكن عن طريقهم إني أغير في أبعاد الشكل. بدي أعمل له تشويه مع عشان بضغط انتر. بروح بجيب السمكة بعملها اوبن، بجيب الخلفية البيضة زي ما عملت في البرتقال وبسحبها على تصميمنا، بفلت، بحاول اغير من ابعادها كترتيب. حط انت تمام هيك مناسب. تعالوا على التصميم. في عنا في التصميم هنا ظل عشان يبين الاشي واقع اكتر. بنروح نعمل ظل، بنروح على عدة الفرشاة هايها، نختار سوفت، يكون اشي سوفت. تمام نختار هنا اللون الاسود، نيجي نرسم. طبعا راح نعمل نيو لاير عشان نرسم عليها، ونخليها تحت طبقة البرتقال. هي نسحبها، كيف نسحبها؟ نخليها تحت طبقة البرتقال، طبقة البرتقال، أو نودي طبقة البرتقال فوقها. يعني نسحبها من الفقرة ونوديها فوقها. نيجي نرسم على نيو لاير هيها. هاي رسمناها. نروح نفوق من نقلل نسبة العتبة. تمام نحط قطرة التي على الشكل ونزور. تمام نحط انتر.
فيها إشي مع السهرة والسطوة. نعمل نسخة البرتقال الثانية، نحط كذا من النسخة. هاي الطبقة نقطع الفقرة بالزر، الفقرة بالزر الأيمن. هنلاقي هنا عنا أمر مضاعف في الطبقة، نضغط عليه نضاعف، من هنا عنا ضاعف في الطبقة. معنا الغير أسحبها الفقرة بحطها على الفقرة التانية. تمام، هيك الصورة صارت لنا جاهزة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس. رجعنا لكم في نهاية الفيديو، إن شاء الله بكون عجبكم الفيديو. أي إشي في بالكم أو أي سؤال اكتبوا لي تحت في التعليقات، وإن شاء الله رح رد لكم عليه بأقصر وقت.